النهارده اول يوم العيد وكل سنه وانتم طيبين ونازلين نحتفل بالعيد في امان وسعاده وكل شيء تمام. احنا النهارده العيد واتبسطنا جدا ورحت الحديقه الجديده واتبسطت جدا وده كان احلى يوم في حياتي. والله يسمع عليا مدينتنا مدينه جميله بصراحه خدت بقى حضرتك. فاحنا كل عيد بالنسبه لنا بنضيع هنا في اسماعيليه بنصلي هنا تبقى اجواء جميله جدا 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 والاطفال بيفرحوا والكبار بيفرحوا برضه. اتفرج على صلاه العيد واتفرج على البلالين والاحتفالات الجميله اللي بتحصل ديت وفرح الاطفال وبيوزعوا لعب ووزعوا حاجات والعيد عندنا يعني بيبقى احسن يوم في الدنيا كلها اصلا. والله هو صلاه العيد دي بتبقى جميله جدا وبنستناها كلنا بصراحه وهي بتدي يعني بهجه جميله للعيد وبعدين مع طبعا الذبيح فبتبقى دي مظاهر جميله جدا الحمد لله. بجيب هدوم عيد وبجيب بلالين وبنزل مع اصحابي بخرج وكده شعر انا واصحابي وبعدها بننزل نصلي العيد وبعدها بنلعب في الجنينه بنلبس ونصلي وننزل نصلي العيد ولما بنرجع بناخد مصروف. بجيب عرايس وحاجه حلوه بجيب بالونات يعني بنصلي صلاه العيد وبعد كده بنروح نزور القرايب انا ومراتي وبنتي وبعد كده بنحتفل يعني بنروح الجناين بتاع اشوف البلالين اتمشى وبالذات بقى الساحات الخضراء يعني امشي فيها واتفرجي بس ان احنا بس نقعد نتمشى كده فيها ده بالنسبه لنا احتفال تاني خالص. كل سنه وشعب مصر كله بخير وشعب وابناء محافظه مطروح بنسبه عيد الاضحى المبارك. عيد الاضحى المبارك بالنسبه لنا كابناء مطروح له طقوس خاصه بتبدا بعد ادائنا لصلاه العيد في مساجدنا وساحاتنا بنتجه الى منازلنا لذبح الاضحيه. بمجرد ان ننتهي من اعمال الذبح بنتناول وجبه الافطار. صلينا عيد الاضحى وبعدين خارجين دلوقتي هنتوجه كلنا لبيوتنا نذبح اضحيه العيد وبعد كده نبدا نمارس طقوس عيد الاضحى بقى بان احنا نفطر مع بعض وبعد كده نبدا نخرج نتفسح. طبعا اجواء محافظه مطروح يا جماعه مختلفه عن اي محافظه ثانيه. عندنا الكورنيش عندنا مجموعه شواطئ رائعه جدا بيبدا الناس يجي لها لو احنا العيد بيصادف الصيف زي السنه دي مثلا وفي نفس الوقت برضو اهل محافظه مطروح بيكونوا موجودين بيشاركوا المصيفين اجواء الاحتفال بالعيد. وان النهارده الجو جميل جدا في السويس واللي ما نزلش فاته كتير طبعا واللي نزل طبعا عاش جو جميل جدا والعيد واجواء العيد جميله جدا في السويس. نروح صلاه العيد ونصلي وبنوزع بونبوني والعاب وبنقضي اول يوم العيد كده زي الشعب المصري نخلص صلاه العيد ونروح على الذبيح ونروح بعد كده على الفته وعلى اللحمه وبالليل نقضيها خروج بقى على الكورنيش وفسح وربنا يقدرنا.